اتواصل معاكم تصوير اهم شارع في مدينة ليون في السيتي سنتر مالها شارع الشعب. شوف هاي امتداد هاي الشارع هاي النافورة في النص ونتجه الى ناحية الغرب طبعا يرجع لها الفضل هالمدينة في اختراع مادة الجكار في النسيج تسخر بال يعني مثل ما قلنا لكم تسخر بالعديد من المصانع مصانع النسيج والحرير ومشهورة بالشيء هذا. هذا أهم شارع فيها يعتبر السيتي سنتر. ناخذ لقطات على النهر وين نهر الجهة هاي وفي نهر الجهة الثانية. صراحة مدينة جميلة وتستحق الزيارة. بس اللي أنا لاحظته شوفون يوم تجي مثلا مدينة سياحية تحصل الباصات السياحية اللي تاخذ بكلفة على 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 أهم عالم المدينة. يعني هذا الشيء ما شفته هني, ما شفت أي باص سياحي مثل ما تقصدون مثل ما أنتم فاهمين. هذه الباصات منتشرة في المدن وتلفك في أهم معالمها وأهم مناطقها. عدد سكانها أقل عن مليونين شوية هالمدينة هاي. تعتبر من المدن الرئيسية جدا في فرنسا, مدينة رئيسية الثانية أو الثالثة تعتبر في فرنسا, وهي سياحية أكثر عن ثقافية من مدينة طولون. اليوم تاريخ 19 ديسمبر 2013, بنواصل معاكم إن شاء الله. سوري 2012, 19 ديسمبر 2012, بنواصل معاكم تصوير المدن الساحلية للجمهورية الفرنسية. ببدأ باكر إن شاء الله بنطلق إلى مرسيليا وبعدها إلى كان وبعدها إلى نيس ومونت كارلو وموناكو, وبعدين بدخل على إيطاليا من الشمال الغربي مدينة جنوة, ومن عقب جنوة إلى فلورنسا, فلورنسا كومو, وبتنتهي إن شاء الله رحلتي في فينيسيا الإيطالية. وبشهد إن شاء الله رأس السنة هناك إذا كنا من الحيين. هذه شوفوا تاخذون بها لفة هذه وتشوفون مدينة ليون من أعلى. هذه الدويرة, نواصل لقطة من ناحية ثانية من زاوية ثانية. نزلنا في مدينة ليون, هذا الشارع أهم مكان في مدينة ليون. شو يخطر على بالك من الماركات؟ هذا اسمه شارع الشعب. شو يخطر على بالك؟ شوفوا القلعة اللي فوق هناك. طبعا هالمدينة السيتي سنتر مثل ما قلنا لكم واقع بين نهرين, نهر السين من الغرب ونهر الرون من الشرق ناحية الشرق.
أنا أعتذر يا أخوان، أعتذر عن اللقطات اللي خذيتها من أثيوبيا دي سبابة، إن في ناس زعلوا كثير كثير زعلوا على الكلام، لأني بعد أوروبا ما رحت أصور في أدي سبابة، فانصدمت يعني من المناظر اللي شفتها. فكنت أتكلم بصراحة يعني إنها تحتاج إلى بنية تحتية، وتحتاج وتحتاج وتحتاج. ففي ناس زعلوا، ليش تسبنا، ليش ما تسب الكلام؟ بصراحة الحق انقال، يعني تحتاج إلى خدمات كثيرة على الكلام اللي أنا سمعته عنها. ولما وصلت هناك انصدمت من البنية التحتية اللي فيها، ومن حياة الناس والفقر. ففي ناس زعلوا كثير، خصوصا الأخوة الأثيوبيين. لكن لا تلوموني، يعني من بعد ما كنت أصور في أوروبا ورحت هناك سيدة طوالي، أقدم اعتذاري للمرة الثانية. هذا أهم شارع هنا في مدينة ليون الفرنسية، كما قلنا لكم تقع في جنوب شرق باريس. تركب القطار إلى ساعتين لساعتين ونص. عدد سكانها أقل شوي من 2 مليون المدينة هاي. تم إنشاها عند مصب نهر الرون. تتميز وهالمدينة هاي بالمصانع الحرير. تصور، أنا نسيت أنا أقول لكم إنها تتميز بالحرير. وأول من عرف ما الجكار، تم اختراع الجكار أصلا من هالمدينة هاي، من هالمدينة تم اختراع الجكار، بعد ما دخلوا الحرير معه القماش ومن طريقة. فكثير من مصانع الحرير فيها. هاي النافورة. إن شاء الله نشوفكم في لقطة ثانية.